بقيت كنقلب وكنقرا صافي. دابا هادو فطائر اللي عجينه يعني عجينه اللي نخرجوا منها يعني البريوش ملح وحلوه بريوش وشنيك وشنيك عجينه فيها كاس في الاول كندير كاس ديال الدقيق وكاس ديال الماء وجوج معالق ديال السكر ومعلقه ديال الخميره كنخلطوهم مزيان كنخليهم يرتاحوا لينا واحد 10 دقائق حتى كتطفى علينا داك الخميره ملي كتطفى علينا داك الخميره كنزيدو نص كاس ديال الزيت كنزيدو واحد شويه ديال الملح وكنزيدو 4 الكيسان ديال الدقيق ديال الفورص كنزيد في الاول 4 الكيسان وانا كنجمع العجينه ديالي الا باقي خاصني دقيق كنزيد واحد 4 كاس هنا كما قلت لك العجينه ديالنا خاصها تكون رطبه ما تكونش ما نقصحوش العجينه باش يجينا يجينا فيها البريوش الزوين وفي الوقت الشنك حتى هو كيجيو رطبين صافي ملي كنعجنوها مزيان كنغطيوها كنخليوها كتخمر الحشوه درت فيها فلفله حمراء وخضراء شحرتهم مع شويه ديال الزيت وشويه الملح وشويه البزار هذه هي اللي شحرت فيه الفلفله والبزار البزار هي نفس الوقت قطعتها مربعات وقطعت هي شحرتها بشويه الملح شويه البزار صافي شويه ديال الزيت وهنا الكفته اللي انا درت ديال الدجاج يعني كان عندي السر ديال الدجاج شديته طحنته ودرتو اللي بغى يقطعو الطريفات يقطعو اللي بغى يدير ديال الحمى يديرها الكفته ديال الحمى كيديرها اللي بغى يدير حك ديال الطول كيديرو ومن راه كلهم كيجيو زوينين كنشحر السر ديال الدجاج حتى هو مع شويه الملح وشويه البزار هذه هي العطريه اللي كاينه فقط في هذه الحشوه هذه وكاين واحد شويه ديال الزعتر ولكن حتى الاخر وصوص ديال الطوماط صوص انا درتها جاهزه ولا كنصيبوها في الدار كنديروا فرماج حتى هويا موتزاريلا وكنديروا الزيت المقطع وهادو هما اللي كاين في الحشوه صافي كنخليو العجينه ديالنا حتى كتخمر ملي كتخمر كنكون مشحرين هاد الحشوه اللي عطيتك كنقسموها على جوج في الاول كنصيبوا الشهده ديالنا كنقطعوها كويرات كيكونوا صغيورين تقريبا انا خرجت منها شي 12 ما بين 11 12 كويره صغيره درتهم انا درت فيهم الشوكولات واللي بغى يدير فيهم الكريمه ولا المربى المهم انا كيبقى لكل واحد هو شنو بغى كنديروهم في المول وكنغطيها كنخليها تخمر كنغطي الشهده ديالنا كنخليها تخمر وكندوزو الحشوه ديال كندوزو للنص الثاني كنديرو فيه كنطلقوه مربع كيكون كبير كندهنوه بداك الصوص ديال الطوماط صافي كنبدا كنرش ديك كندير ديك فلفله وديك الفصيله وديك وديك الكفته حتى هي كنرشهم كاملين فوق منه وشويه ديال الزيتون كحل ولا خضر كنزيدو فرماج وكنزيدو فوق منها شويه ديال الزعتر صافي وكنلفوها بحال الشكل ديال الشنيك ملي كنلفوها على الشكل ديال الشنيك كنقطعوها بحال الشنيك صافي وكنحطوهم في اللاطا هادو ما كتخمرش الشهده غنخليوها تخمر وهاد الشنيك غندخلوه للفران ملي كيطيب كنرشم كنزيدو واحد شويه ديال الفرماج من الفوق صافي وكنخرجوه مليح كنخلي حتى كيطيب عاد كنزيد داك شويه الفرماج باش كيبقى كتزوي من فوق منه كنخرجها من الفران بما كتخمر ليا الشهده حتى هي كندخلها حتى هي كطيب في الفران كندهنها بشويه ديال بصفر بيضاء مع شويه الخل وشويه ديال الحليب صافي وكندخلها للفران راه جاو زوينين اختي سناء هاد الشنيك هذا جا بنين جا فيه واحد المذاق زعما رائع وحتى عجينه حتى هي راه جات زوينه يعني في الحشوه انتم كيبقى لكم اللي متوفر عندكم عجينه هي اللي مهمه هنايا يعني العجينه اللي عطيتكم كتجي جا فيها الشنيك زوين وجات فيها حتى ديك الشهده رطبه يا راه حتى حطيتها عندي في القناه غيدخلوا البنات يشوفوها غتبان لهم ديك الشهده رطبه